مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي داغ ديزاين. اليوم غادي نتحدثوا على تقنيات البرمجه اللي تجعل البيوس ديالنا اكثر ذكاء، وهذه التقنيات يمكن لكم تحكموا فيها بجميع الالات اللي عندكم في البيت عن بعد. اما فقره غلوكين فحنا غادي نعاودوا الديكور ديال المطبخ، وفي الاخير غادي نوريكم طريقه سهله لصنع مزهريات من العلب المصبره المتواجده عندكم في البيت. نبداو الجوله ديالنا في عالم لي طوندونس. نفتحوا أو نغلقوا النوافذ، نضبطوا حرارة الغرفة أو نشغلوا الموسيقى أو الفرن. هادشي كل شيء يمكن لكم تستعملوه الآن بتقنية البرمجة، أي تحكم عن بعد. شاهدوا معنا الغوبوختاج. تخيلوا معايا دار كتوجد لك القهوة في الصباح، كتدخل لك الحمام باش تدوش، وكتطفي الضوا بوحدها إلى نسيتيهم. هذا ماشي السيناريو ديال الفيلم الاخر ديال جيمس بوند، لا، هادي لا دوموتيك اللي دخلت المغرب هادي 4 سنين. ما بين أحسن الحوايج اللي كيمتاز بها المنزل الذكي هو ان الواحد ما تيبقاش يبذل واحد مجهود كبير باش يتحكم في الدار ديالو. هذه هي الدار الذكيه. مثلا عندنا الواحد تيفيق مع الصباح مع 7، ما غاديش يدير باغ اكزومبل ان ريفاي يدير ما بينه على شي تفيقو، لا، غادي الضو يشعل بوحدو ولا الموسيقى تلعب بوحدها ياك على ما يفيق. تيعرف السيد بينما مع 7:15 غادي يمشي للحمام، ياك مع 7:15 غادي الحمام ديالو يكون سخون، يكون فيه عاوتاني راديو اخر من شان نوت شان ديال الراديو اللي تيبغي يتصنت ليها. تيعرف السيد ما بين 7:30 و8 لا روب تيكون في الكوزينه تيبغي يشرب القهوه ديالو، دونك غادي يمشي للكوزينه غيلقى القهوه تاعتو مسقطره، ياك. وبالنسبه للحمام وبالنسبه للبيت كلشي غادي يتفى بخطره. دونك الدار الذكيه تدير كلشي في بلاصتك. الاستعمالات ديال الدوموتيك كثيره، ممكن نتحكموا غير في الضو الا بغينا، نزيدوا ليه الشوفاج ونزيدوا لا كليم، وبالنسبه للامن نقدروا نتحكموا حتى في السيستم دالارم وحتى في التلفازه ولا شين بالنسبه للموسيقى. مثلا عرفتي راسك غتسافري من هنا 10 ايام، كاينه واحد لا سيميلاسيون بريزونس، انا قلت على لا سيميلاسيون بريزونس، سافيدير اي حاجه درتيها 10 ايام قبل ما تمشي من دارك غادي الدار تبقى تعيش بوحدها. اي بلاصه مثلا نهار 2 في الصباح تهز الريدو شعل الضو، اي حاجه هذيك 10 ايام غادي تبقى تمشى بحال الا الناس ساكنين في دارهم. عاوتاني بالنسبه لا سيكوريتي عندنا دي ديتيكتور، تنديرهم دي ديتيكتور دو غاز، دي ديتيكتور دو فويد دو، سيتادير الا ما كناش في الدار ما خصناش نبقى ديما نخليوه في الساروت لشي واحد باش يجي يطلع على الدار واش ما كايناش فويد دو ولا فويد دو غاز. يا دي ديتيكتور، وهذوك لي ديتيكتور يسون غليا دي زيليكتروفان تو سامبلومون، وهما تيسدو يا اما الضو يا اما يربي الماء يا اما الغاز. دونك عاد تيحسو بواحد لو نيفو ديال الغاز طالع تيحبسو كلشي. الا دخل شي واحد للدار، الا دخل شفار للدار يا اما باب تحل ما خصوش يتحل، يا اما شارجم تحل ولا تهرس، غادي اون بلوس دو لا سيغان يصيفط ليك ان اس ام اس، يبدا لو سيستيم يسجل لا فيديو في الدار كامله، يهبط الريدوات كاملين ديال الدار كامله، يشعل الضواو كاملين، يصيفط لك اس ام اس في التليفون ديالك بلي ما راه شي حد دخل عندك للدار، اللي خارج فريمون على العاده. دونك مثلا عندك فوق الثلاجه تيكون ان بتيت اكرون تاكتيل، و بون ايفيدامون سا نيسيسيت شويه ديال لورغانيزاسيون، الا حطيتي ماتيشا في هذه البلاصه ما خصكش تبقاي تحطيها في بلاصه اخرى. وهذيك التلفازه تتقول لك فوالا نهار الجمعه ولا نهار السبت خاصك المات، خاصك ماتيشا، خاصك اي حاجه غادي تخصك في الفريغو ديالك ناقصه، تقول لك تجبد لك واحد لا ليست مثلا تصيفطها لك باغ ايميل ولا فوالا. سا سي اوسي دو لا دوموتيك. هاد التكنولوجيا الحديثه ماشي غير كتسهل كل شيء في الدار، كتمكنكم ايضا من الحفاظ على الطاقه. الا تستعملت مزيان لا دوموتيك تقدر تنقص لكم بزاف الفاكتوره ديال الضو. الا لا دوموتيك الا استعملناها مزيان، الا درنا لها اون بون بروغراماسيون، نقدروا نحافظوا حتى ل 25% بالنسبه للكهرباء. مثلا كيفاش غنديروا؟ غادي نديرو دي بروفيل دو تمبيراتور، مثلا بالنسبة للصيف، بالنسبة للخريف، من 2 حتى للجمعة ما بين 6 و 11 الليل غتكون مع الناس تيكونوا هذيك الساعة في ديورهم، غتكون 23 ولا 25 ديال الحرارة، وكذلك مع لاكليماتيزاسيون. مع
ما خصكش تكون مهندس الاعلاميات باش تستعمل لا دوموتيك، غير شويه ديال القفوزيه وصافي. لا دوموتيك هي اللي كتكيف مع الحاجيات ديال كل واحد. الواحد الا بغى يستعمل لا دوموتيك ما خصوش يكون ان انفورماتيسيان ولا ان بروغرامور. لا، دابا كاينين دي سيستيم كيكونوا شي شويه صعاب وكاينين دي سيستيم اللي ساهلين. تما بالنسبه ل يا دي سيستيم دوموتيك اللي الواحد الا تيعرف يستعمل ان اورديناتور، الا تيعرف ويندوز، راه غادي يعرف يستعمل يدير ميم لا بروغراماسيون اللي يديرها راسو. دونك زعما حاجه ساهله، فريمون ساهله. لا دوموتيك تخدم بالكابلاش، يعني الا كنتي مثلا ديجا مدوز انستالاسيون ديال الضو العاديه خصك ضروري تهرز واحد شويه الحيوط وداك الشيء باش ترونولي وترجع من الضو العالي ترجعو دوموتيك، حيت كاع يعني الماتيريال ديالنا كلشي سوا لا في الطابلو ولا اللي لاصق في الحيوطه بحال مثلا لي زانتيربتور هذاك الشيء خصو ضروري يكون فولي افيك ان كاب. بالنسبه للالات اللي تنستعملوها باش نتحكموا في لا دوموتيك ديالنا، كاينين بحال مثلا بوطون بوسوار، ايكرون تاكتيل، اولا تيليكوموند يعني تندورو بها يعني فين ما بغينا بالدار. وكاين الاخرى يعني هما لي طابليت. لي طابليت يعني كاين واحد لو بروغرام تنونجستريوه تمايا في هذاك الطابليت ومن تما تنتحكموا بالدار كامله. كثير من المغاربه ولاو كيحلموا بهذه الدار الذكيه، ولكن قلال اللي كيقدروا يتحملوا التكاليف ديالها بالاخص في الديور الكبيره. ولكن كاين الحل بالنسبه للضو ولا الشوفاج مثلا غير في بيت النعاس. بداو الناس تيتعرفوا بهذا لو سيستيم و بيان اونتوندو نبدينا باغ اكزومبل 4 سنين هادي وما حنا غاديين وما حنا الناس تيتعرفوا بلو سيستيم و تيبغوا في ديورهم. الطلب اللي فريمون كثير تيكون في الديور الكبار، تيكون في الديور الكبار. ولكن في لي زابارتمون من لي زابارتمون ديال ما بين 90 والفوق هذيك الساعه لا دوموتيك تتكون نورمال. سي نورمال. دابا كاين اللي تيدير لا دوموتيك في البيت الناس ديالو مثلا بارابور او بيدجي، سا ديبون زبال المساحه و سا ديبون اش الناس باغيين اوتوماتيزي و يدوموتيزي و ديال في دارهم. بالنسبه للابارتمون اللي مثلا غتبغي ديري فيه لا دوموتيك ديال الضو كونترول ديال الضو ديال لي فولي، بالنسبه باغ اكزومبل ابارتمون ديال 100 متر كاري و تكونترولي فيه لا تمبيراتور تاعي غتبدا ما بين 120 و 150 الف درهم. من بعد بالنسبه للمساحه ديال الدار الا كانت كبيره، فيلا فيها جرده كبيره، ديك الساعه راك تطلع حتى سابلمونتي حتى 800 مليون درهم فاسيل. تكنولوجيك. فقرة غلوكين هذا الأسبوع اتصلت بنا عائلة اللي بغات تغير الديكور ديال المطبخ ديالها. هذا المطبخ الشكل ديالو كبير فهي بغات تجعل فيه فضاء للاسترخاء وللأكل. شاهدوا معنا الأشغال. فقرات افون ابري فاحنا متواجدين في مطبخ اللي غادي نعاودوا الديكور ديالو. كيف ما تشوفوا معنا فهاد المطبخ المساحه ديالو كبيره ولكن الشكل ديالو شويه قديم. فهاد العائله عندهم فضاء اخر في المطبخ اللي بغاو يستعملوه للاكل والعيش اليومي. لحسن الحظ فاحنا معنا زينب الحلو اللي غادي تعطينا افكار لتزيين هاد المطبخ. زينب مرحبا بك معنا في البرنامج. بونجور ياسمينة. شنو هما الاشكاليات اللي تيبانوا لك في هاد المطبخ؟ كيف ما كتشوف ياسمينة عندنا مشكل ديال لا فويت اللي جايه من السقف ولي كرطات صباعه، فاحنا غادي نحلوا هذا المشكل. ثانيا جليجي في الحيط قديم وبلدي غادي نغيروا له الشكل. اخيرا هاد الغرفه اللي حنا فيها كما كتشوف فيها نوافذ كثيره كتدخل الضوء بزاف والحيوط بويض، هذا الشيء كيجعل لمعان اللي كيأثر على العينين، فاحنا غادي نلقاو حل هذا المشكل كذلك. بالنسبه للمطبخ فانت عندك الحق فهو خاصو رافريشيسمون، اما بالنسبه للافكار اللي غادي تقترحي على هاد العائله وعلى المشاهدين اللي كيشاهدونا شنو هما؟ اولا باش نحلوا المشكل ديال لافويت غادي نديروا الزفت في السقف وغادي نغطيو ديك لي بريك ديال الجاج اللي كيجعلوا الماء يدخل، غادي نغلفوه ببلاندوي وغادي نصبوه من الفوق. بالنسبه للجليج فاحنا عوض نغيروا الجليج هو اللي غادي يكلف وقت كثير وكلفه الثمن غادي يكون غالي.
غادي نوضعوا فوق منه صباغه سبيسيال ديال الجليج اللي غادي تغير الشكل واللون. واخيرا هذا الاسباس اللي هو اسباس تري اغريابل غادي نردوه غرفه الاكل لجميع الاسره باش يمكن لهم يستغلوها يوميا ان شاء الله. فدابا غادي نخليكم مع الاشغال اليدويه ويمكن لكم تتابعوا معنا المراحل. فريق دار ديزاين ابتدى مهمته اليوم باصلاح مشكل السقف. قمنا بوضع ماده الزفت فوق المطبخ اللي غادي تحد لنا من مشكل تسرب المياه. من بعد قشرنا اماكن التسرب عمرناها بالجبس ثم لاندوي باش نصبغوها لاحقا. هاد المطبخ زليج ما كيوالمش الديكور العصري اللي بغينا نديرو. لهذا السبب اختارينا صباغته بطريقه خاصه. وقبل ما نمروا لمرحله الصباغه كان لازم نوضعوا سكوتش باش ما نتركوش الاثر على الخزانات اللي مازالين في حاله جد جيده. تقنيه الصباغه على الزليج تقنيه جد سهله وايضا غير مكلفه الا بغينا نغيروا الديكور ونربحوا وقتنا وفلوسنا. كنديرو فقط لاندوي خاص باش نغطي الفتحات اللي كتكون ما بين الزليج ونغطيوه بالكامل. لي بلاكار ديال هاد الكوزين مازالين مزيانين هادشي علاش احتفظنا عليهم. الحاجه اللي ما كانش عجبنا هو الجليج هادشي علاش طلبنا من الصباغ باش يغلقوه. معلم شنو هي التقنيه اللي استعملتي باش نحصلوا على هاد لي فيلم ليس؟ بالنسبه للمولين الدار كان عندهم زليج وبغاو يصبغوا فوق منه اضطرينا نديروا واحد التقنيه ديال البوندوي اللي كيقدر يلصق لنا فوق الزليج حيت الا درنا الصباغه ديريكت ما غاداش تشد لينا وباش نغطوا بانيت الجوان اللي عندنا هنايا. بالنسبه للون اختاريت هاد بلو كانار اللي غادي يجي مع اللون ديال العود. شمن صباغه غادي تستعمل دابا؟ بالنسبه للوندوي هذا نقدروا نستعملوا فوق منه اي صباغه ولكن حيت عندنا الكوزينه وكيكون فيها الطياب والغسيل اضطرينا نستعملوا صباغه نصف لامعه باش تكون تغسل. من بعد ما كنحصلوا على الواجهه الجديده كنحكوها جيدا باش تصبح ملساء ونقدروا نصبغوا فوقها بسهوله. فوق الاندوي ضروري نديروا طبقه اولى من الصباغه فينيليك في اللون الابيض. بعد الطبقه الاولى يمكن نصبغوا باي لون اختارينا. يكفي ان نوضع جوج طبقات او ثلاث باش نحصلوا على نتيجه افضل للون. انتهينا من الجهة الأولى ومرينا للجهة الثانية من المطبخ اللي بديناها بصباغة السقف. من بعد ما صبغنا الحائط باللون الرمادي اللي غادي يساعدنا على اعطاء مظهر مختلف وخاص لهذا الركن وغادي يساعدنا ايضا على التخفيف من حدة الاضاءة الكثيرة. في الجهتين من المطبخ استعملنا صباغة نصف لامعة. صباغة نصف لامعة او حتى اللامعة يمكن استعملوها في جميع مرافق البيت
خصوصا لكي يكون فيها استعمال ماء كثرة كالمطبخ والحمام. The summer sun, he burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over you. مرحلة الأشغال انتهت ووصلنا لمرحلة وضع الأتات، وهي مرحلة التحدي الأكبر اليوم، حيث لازم نخلق فضاءين عمليين ومتكاملين. هذا الفضاء اللي تابع الكوزينه غادي يكون مكان اللي غيجمع الاسره للاكل لمشاهده التلفازه ولا للراحه. هذا الشيء علاش اختارينا صالون عصري على شكل ال اللي غادي يكون كونفورتابل، اللون ديالو غري كلير اللي غادي يجي مع اللون ديال الحيط. الوسط ديالو غادي نحطو طبله مدوره لمناوله الاكل، قبالته غادي نحطو طبله مدوره وكذلك ماد التلفازه في هذا الركن اللي داخل. وفي هذه الحاشيه اللي تحت النوافذ غادي نحطو دي بوم مع دي بلون اللي غادي يزيدوا اكثر حيويه للمكان. من بعد ما انتهينا من وضع الاتات فاحنا الان غادي نمروا لمرحله الديكور. كيف ما تشوفوا معايا فزينب وضعت صالون ال على شكل غري باش تهرس اللون الغري اللي كاين في المطبخ بزاف، فهي وضعت خداديف لون ابيض ولون كرون باش تحافظ على الطابع المغربي. وضعت طبله دائريه اللي ما يمكنناش نستغناو عليها ديال الاكل، فوق منها طاجين. هاد الطبله هي شاده مساحه ولكن يعني التحت ديالها هو عباره عن مقص اللي يمكن لكم تجمعوه من بعد باش تربحوا المساحه في المطبخ. وضعت فيتري اللي يمكن لكم تحطوا فيها اللواني، ان بوفي اللي يمكن لكم ديروا فيه لي سيت دو طاب لي كوفير وحتى لي ناب. وبالنسبه للواني اللي اختارت للديكور ديال المطبخ فهي اختارت لو فيغ انيس لو بلو بيترول وحتى التوركواز باش نعش المطبخ. تنتمنى ان الديكور ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الا بغيتوا نتوما تبدلوا الديكور ديال المطبخ ديالكم ما عليكم الا تراسلوا لنا على البريد الالكتروني ديال البرنامج او لا اتصلوا بنا على الهاتف. في الجهة الأولى من المطبخ اللون الأزرق اللي اختاريناه عطى لمسة مميزة وعصرية للمطبخ، واللي كيوالم أي لون يمكن يكون في الخزانات. حتى بالنسبة للأواني فاحنا اختاريناها بألوان وأشكال مختلفة بين الأسود والأزرق الأبيض وحتى الفضي. وضعنا ايضا كرسيين باش يفصلوا بين الفضاء الاول والفضاء الثاني اللي اختارنا ليه صالون عصري باللون الرمادي كيوالم اللون الجديد للحائط، وزيناه بمخدات صغيره بالابيض والموف. امامه اختارنا تلفاز كبير باش العائلات تستغل الفضاء كيف ما بغات. وباش نعطيو لمسه حيويه وطبيعيه في المكان وزعنا مزهريات بنباتات مختلفه الشكل والحجم.
فهاد لاتولي اليوم غادي نوريكم طريقه لصنع مزهريات غير مكلفه، والطريقه هي استعمال علب المصبره اللي تتكون عندكم في البيت. يمكن لكم تشاهدوا معنا المراحل، فالطريقه غير مكلفه. لاتولي ديال اليوم غادي نوريكم كيفاش يمكن لنا اعاده الاستعمال ديال بعض الحوايج اللي كيكون عندنا في الدار واللي نورمالمون غير كنرميوهم. فلهذا اختاريت ان احنا نعيدوا الاستعمال ديال واحد الحك ديال الحليب غبره ديال الدراري الصغار اللي هو من الحديد. يمكن لكم تستعملوا اي حك ديال مصبرات اللي في اي حجم بغيتوا. فلهذا الغرض غنحتاجوا حك ديال حليب غبره الدراري الصغار، غنحتاجوا صباغه ديال الرشاشه بهذا اللون اللي اختاريت انا موف وفي الخضر. يمكن لكم ثم تختاروا اي لون اللي جا من الذوق ديالكم. غنحتاجوا ليغات، غنحتاجوا هذا السكوتش، وغنحتاجوا لهذا لو بوشوار هذا. انا اختاريته في هذه الوريضات، يمكن لكم ثم تختاروا اي رسم بغيتوا. اول عمليه غنديروها غادي نلبسوا ليغات ديالنا باش نحميو يدينا من الصباغه، حيت الصباغ شويه كتلصق. اذا كناخذوا الحك ديالنا، كناخذوا الصباغه في هذا اللون الاخضر، كنحركوها شويه بهذه الطريقه هذه باش كتخلط، وكناخذوا الحك كنبعدوه شي شويه، كنبعدوا الصباغه ديالنا بواحد القياس ديال 20 سنتيم تقريبا، وكنبداو الصباغه. كنبقاو نضربوا بهاد لابومب هادي حتى ما تبقاش تبان لينا الكتابه اللي كتكون في الحك ديالنا. ما خصناش نقربوهم حيت الا قربنا كتبدا تعطينا لي غوت. بقى دائما بعيده شويه على هاد الطريقه حتى غنسالي. دابا حنا سالينا من الصباغه ديال الحك ديالنا، كنخليوه ينشف واحد ما بين ساعه وساعتين تقريبا. كنتسناو هاد الحك ديالنا حتى كينشف واحد شويه، واحد نص ساعه تقريبا، ما كيكونش ناشف افون، ولكن المهم الصباغه بدات كتقبض، وكيمكن لنا ناخذوه ونعاودو نصبغو حتى هاد لو بوغ هذا الفوقاني بهاد الطريقه هادي باش كتكون عندنا لا فينيسيون ديالنا. غندوزو للمرحله المواليه اللي هي غادي نزوقو بالبوشوار. يمكن لينا الا بغينا نقدروا نخليو فيها هكذا في هذا الشكل بلا فوا، نقدروا نديرو بحال هكذا جوج ديال لي بو كل واحد في لون ولا ثلاثه ولا على حسب العدد اللي بغيتو. ولكن اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش يمكن لكم تزوقوا هذا الحك هذا، طريقه ديال البوشوار. اذا كناخذوا البوشوار ديالنا اللي هو على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا نثبتوه على الحك ديالنا كيجي هكذا بارالين، كندورو هكا حتى الاخر ديالو وكنقطوه بالسكوتش. واحد النصيحه، ما خصناش نستعملوا داك الفوشوار اللي كيكون فيه لصاق، حيت لصاق والصباغه مازال ما نشفاتش مزيان، حيت باش تنشف مزيان كيخص على الاقل واحد النهار، والا كانت مازال ما نشفاش مزيان مع اللصاق ملي غادي نجيو نحيدوا الفوشوار ديالنا غادي يقطر مع الصباغه. دابا غندوزو للمرحله ديال الصباغه. غناخذ الصباغه ديالنا الكومبون كنحطوها، وكان بنفس الطريقه كيف ما صبغنا الحك في المره الاولى غادي نعاودو ندوزو على الحك كله بهذه الطريقه هذه. هاد لي بوشوار هادو كيكونوا مصنوعين من واحد الماده هي بلاستيكيه، كيكونوا دي ديسان اللي هما مقطعين باش كيعطيو هاد الخويات هادو. يمكن لينا حتى حنايا نصنعوا البوشوار ديالنا، نقدروا نوريكم الطريقه هادي فشي حلقه اخرى كيفاش يمكننا نصنعوا. اذا من بعد ما نشفات لينا الصباغه ديالنا شويه غادي نحاولوا نحيدوا هاد البوشوار، نحيدوا السكوتش وكنبقاو نجربوا كيعطينا هاد الشكل. اذا هذا هو الشكل النهائي. كما شفتوا البو ديالنا ما كلفناش وقت كثير، وحتى بالنسبه للماتيريال فهو غير مكلف. فتقريب الماتيريال اللي احتاجيت كلفني ما بين تقريبا 100 درهم، ولكن يمكننا نستعملوا عده الاستعمالات. فالبو ديالنا كان ديجا عندنا في الدار، يعني ان احنا ما شريناهش، كان غير عاودنا من الاستعمال، ودونك الثمن كان غير ديال الصباغه والبوشوار.
انتهت حلقة اليوم. سنتمنى أن الجولة ديالنا في عالم الديكور والديزاين تكون نالت إعجابكم. إلا بغيتوا حسنتم طاقم البرنامج يجي عندكم ويبدل لكم الديكور ديال الغرفة في البيت ديالكم، ما عليكم إلا تصلوا بنا على هاتف البرنامج أو ترسلونا على البريد الإلكتروني. نتلقوا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.